سبق للناظم السيوطي رحمه الله أنه قال في أوائل ألفيته الحديث: والأكثرون قسموا هذا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، والأكثرون قسموا هذا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. عرفنا فيما وضع أن قوله الأكثرون المقصود منه أن بعض العلماء وهم يقلون كانوا يقسمون القسمة إلى صحيح وضعيف، القسمة ثنائية، ويجعلون الحسن داخلا في الصحيح لأنه من قبيل المقبول. وإذا على هذا القول الذي هو أو تقسيم الذي هو قول الأقلين أن القسمة ثنائية صحيح وضعيف، والصحيح درجات يدخل تحته الحسن، يدخل تحته الحسن. وأكثر المحدثين جعلوا قسمة ثلاثية، اثنان من قبيل المقبول وهما الصحيح والحسن، وواحد هو المردود وهو الضعيف. وسبق للمصنف أنه ذكر ما يتعلق بالصحيح، الأبحاث المتعلقة بالصحيح، ثم ذكر الأبحاث المتعلقة بالحسن، ثم ذكر بعض المسائل المشتركة بين الصحيح والحسن، ثم بعد ذلك انتقل إلى القسم الثالث الذي هو الضعيف، الذي هو الضعيف. وإذا فعلى هذا الأحاديث منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود، فالمقبول هو صحيح هو صحيح هو الحسن، والمردود هو الضعيف، والمردود هو الضعيف. ما هو الضعيف؟ ما هو تعريف الحديث الضعيف؟ يقول السيوطي في تعريفه: هو الذي عن صفة الحسن خلا. هذا هو تعريف، هو الذي عن صفة الحسن خلا. بعض العلماء يقول: هو الذي لم تجتمع فيه شروط الصحيح ولا شروط الحسن، أو الذي ليس فيه شيء من صفات الصحيح ولا من صفات الحسن، هو الذي ليس فيه شيء من صفات الصحيح ولا من صفات الحسن. لكن هذا التعريف الذي ذكره السيوطي أدق، لأن الحسن إذا لم توجد الصفات، إذا لم توجد صفات الحسن، فمن باب أولى أن لا توجد صفات الصحيح، لأن الحسن أقل درجة من الصحيح. فإذا انتفت صفات الحسن من باب أولى أن تنتفي صفات الصحيح. وإذا فذكر الصحيح في التعريف تركه أولى، والاقتصار على عدم وجود صفات الحسن، لأن الحسن أقل درجة من الصحيح. وإذا انتفت عن الحديث صفات الحسن فهو من باب أولى أن تنتفي عنه صفات الصحة، لأن الصحة أعلى، لأن الصحة أعلى. ولهذا فالاقتصار على الحسن في تعريف الصحيح وعدم في ذكر التعريف الضعيف وعدم ذكر الصحيح أولى من الجمع بينهما. وقول السيوطي هنا: وهو الذي عن صفة الحسن خلا، يعني خلا عن صفة الحديث الحسن. معلوم أن الحسن كما عرفنا في تعريفه في مواضع، هو قال السيوطي في حده: المرتضى في حده ما اتصل بنقل عدل ضابط ولا بنقل عدل قل ضبطه ولا شذ ولا علل. هذه هي هذا تعريف الحسن، هو أن يكون متصل وأن يكون رجاله قل ضبطهم عن درجة الثمال ودرجة الضبط والإتقان، وأن يكون النهي العدالة، يكون متصل ورويه عدل ولكنه الضبط قد قل، يعني ليس بالكمال في الضبط وليس شاذا ولا معللا. فإذا إذا خلع عن صفة الحسن، طبعا من صفات الحسن أن يكون صاحبه صدوقا يوصف بأنه صدوق، فإذا كان الذي يوصف بأنه صدوق في الحديث الضعيف ما وجدت هذه الصفة، فمن باب أولى أن لا توجد
فيه من هو تام الضبط تام الإتقان أنه متمكن في الضبط والإتقان، ثم بأولى أن تنتفي عنه. إذا انتفت عنه الصفات الدانية الدنيا فمن باب أولى أن تنتفي عنه الصفات العليا. ولهذا فالتعريف الذي ذكره السيوطي أدق من التعريف الذي يقول هو الذي لم يوجد فيه شيء من صفات الصحيح ولا من صفات الحسن. ذكر الصحيح لا حاجة إليه، إذا نفي صفات الحسن عنه فصفات الصحيح منتفية من باب أولى، صفات الصحيح منتفية من باب أولى. هو الذي عن صفة الحسن خلا، ما يوجد فيه يعني صفات الحسن أو لم تتوفر فيه صفات الحسن، لم تتوفر فيه صفات الحسن، هذا هو تعريفه. قد يكون تخلف صفة واحدة، وقد يكون تخلف صفتان، وقد يكون تخلف أكثر من ذلك، وقد تكون خلت كلها منه، قد تكون خلت كلها منه، وعلى هذا يكون متفاوتا في الضعف. لهذا قال وهو على مراتب فجعل، هو على مراتب، الضعيف ليس على درجة واحدة، كما أن الصحيح ليس على درجة واحدة، الضعيف ليس على درجة واحدة. الصحيح درجات في القوة بعضها فوق بعض، والضعف دركات بعضها تحت بعض، دركات يعني كل صفات أسوأ هي أقل من التي فوقها، أقل من التي فوقها. فكما أن الصحيح درجات فإن الضعف دركات، بعضه أسوأ من بعض، بعضه أسوأ من بعض وأشد ضعفا من بعض. وهو على مراتب قد جعل، يعني ليس على مرتبة واحدة وعلى حالة واحدة في الضعف، فهناك ضعف أشد وهناك ضعف دونه، وهكذا متفاوت وليس على حد سواء. هو الذي عن صفة الحسن خلا وهو على مراتب قد جعل. إذن هل يوجد فيه شيئا؟ الشطر الأول فيه التعريف، الشطر الأول من هذا البيت فيه تعريف الحسن، تعريف الضعيف، وهو تعريف كما عرفنا أحسن من التعريف بذكر صفات الحسن أو انتباه صفات الحسن والصحة. والثاني بيان أنه على مراتب وعلى درجات، وأنه بعضه أسوأ من بعض، كما أن الصحيح بعضه أصح من بعض، فالضعيف بعضه أضعف من بعض، الصحيح بعضه أصح من بعض، والضعيف بعضه أضعف من بعض وأوهى من بعض. ثم قال وابن الصلاح فله تعديد إلى كثير وهو لا يفيد. ابن الصلاح هو أبو عمرو بن الصلاح المعروف بكونه كتبها المقدمة المعروفة المشهورة، وهي مقدمته في علوم الحديث التي تعتبر مرجعا مهما للعلماء. وسبق أن عرفنا أن الذين قبل ابن الصلاح استخلص ابن الصلاح ما في مؤلفاتهم، والذين جاءوا بعد ابن الصلاح إما مختصر لكتابه وإما ناظم له وإما شارح له، لأنه يعتبر حد فاصل بين من قبله ومن بعده. الذي قبله استوعب ما عندهم وجمع ما عندهم، والذي بعده اشتغل في هذا الكتاب إما بنظمه كما فعل العراقي وكما فعل السيوطي أيضا، لأنه أتى بما أتى به العراقي وزاد عليه، والعراقي أتى بما أتى به من الصلاح واستوعب ما أتى به من الصلاح من المقدمة، والسيوطي أتى بما أتى به العراقي وزاد عليه من الفوائد المتعلقة بمصطلح الحديث. وإذا فيعتبر كتابه مرجعا مهما في علوم الحديث وفي مصطلح الحديث. يقول السيوطي وابن الصلاح فله تعديد إلى كثير. ابن الصلاح عدد أو أتى في بحث الضعيف بطريقة الحصر، منها ما له اسم ومنها ما ليس له اسم، لأنه أتى بحصر الأنواع وتعدادها بأن يقول ما فقد فيه صفة من صفات الحسن
ما فقد فيه صفة يعتبر نوع. كل أي صفة من الصفات الخمس التي هي جاءت في تعريف الحسن من كونه متصل وكونه عن عدل وكونه خفض يعني الضبط قد خف هذا الذي نقص فيه عن الصحيح وكونه غير معلل ولا شاذ إذا وجدت أي أو فقدت حصلة من هذا الخصال أو كلا من هذه الصفات فيعتبر نوع من أنواع الضعيف. ثم إذا فقد كل واحدة يضم إليها واحدة من أخرى يؤتى بكل واحدة يضم إلى غيره. فمثلا المتصل الذي لم تطاع يضم إليها خصلة أخرى من الخصال الأربع فيكون معناه اجتمع فيه صفتان من صفات الضعف فدنا يكون في صفة واحدة في صفتان. ثم يؤتى لكل واحدة مثلا يؤتى بالعدم العدالة التي هي الصفة الثانية ويضاف إليها كل واحدة من صفات أخرى وهكذا فيكون على ذلك تكثر أنواع الضعيف. قال إلى كثير وهو لا يفيد يعني هذا التعداد الذي ليس وراءه فائدة وليس وراءه نتيجة لأن منه ما هو مجرد تصور من غير أن يكون له وجود في الأمثلة وفي الخارج والواقع وإنما هو حصر للأقسام بتخلف هذه الصفات إما كل صفة على حدة أو كل صفة مجموعة إلى أخرى أو تخلفها جميعا وعدم وجودها كلها من أولها إلى آخرها. فعلى هذا ظهرت يعني يخرج تحت هذا التقسيم أنواع كثيرة منها ما له اسم وذكره العلماء باسمه كالموضوع وكالمقلوب وكالمعضل والمنقطع والشاذ والمعلل وما إلى ذلك من الأسماء الكثيرة التي ستأتي في هذا الكتاب والتي الأصل فيها والذي توضع فيها هو ابن الصلاح الذي سبق إلى جمع من تقدمه ومن بعده إنما جاء تابعا له. وابن الصلاح فله تعديد إلى كثير وهو لا يفيد لهذا التعديد الذي هو مجرد حصر من غير أن يكون لبعضه وجود ومن غير أن يكون لبعضه أسماء ومن غير أن يكون لبعضه أمثلة هو لا يفيد لأنه ليس كل هذه الأقسام التي حصرها والتي ترتبت على حصره ليست كلها لها وجود وليس لها أسماء عند العلماء وإنما هذا على سبيل الحصر والحصر كما هو معلوم منه ما يقع ومنه ما لا يقع ثم إنه انتقل بعد ذلك إلى ذكر أمثلة لما يوصف بأنه أوهى من غيره يعني أضعف من غيره وهذا يقابل ما سبق أن تقدم في الصحيح أنه ذكر أصح الأسانيد ذكر أصح الأسانيد إلى بعض الصحابة وأصح الأسانيد إلى بعض البلدان وهنا ذكر أضعف الأسانيد وأوهى الأسانيد بالنسبة لبعض الصحابة وبالنسبة لبعض البلدان فقال ثم عن الصديق الأوهى كره صدقة عن فرقد عن مرة يعني أوهى الأسانيد عن الصديق وأضعف الأسانيد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هذه السلسلة أو هذا الإسناد الذي هو ما يرويه صدقة عن فرقد عن مرة والمراد بصدقة صدقة بن موسى الدقيقي يروي عن فرقد ابن يعقوب السبخي وفرقد ابن يعقوب السبخي يروي عن مرة الطيب
ابن شراحيل الهمداني المشهور بمرة الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. والتضعيف أو الكلام في الذين ضعفوا في الإسناد اثنان وهما صدقة وفرقد. أما مرة فهو ثقة والتمثيل إنما ينطبق على الاثنين الأولين وهما صدقة ابن موسى الدقيقي وفرقد ابن يعقوب السبخي. هؤلاء هم الذين يعنيهم السيوطي في الوصف بالضعف بخلاف مرة، فإن مرة طيب الهمداني هذا ثقة مشهور. ثم إن هذين الرجلين وهما صدقة ابن موسى الدقيقي وفرقد ابن يعقوب السبخي ليس ضعفهم شديدا جدا، لأنه قيل في صدقة إنه صدوق له أوهام، هكذا قال الحافظ بن حجر عنه صدوق له أوهام. في فرقد ابن يعقوب السبخي إنه صدوق عابد لكنه لين الحديث كثير الخطأ وكثير الغلط. فالضعف الشديد جدا ليس موجودا في هؤلاء، لكن لعل ولا أدري هل هناك أحد أشد منهم بالنسبة للرواية عن أبي بكر، لأن القضية هي محصورة في الرواية عن أبي بكر، ومعلوم أن أبي بكر رضي الله عنه قليل من الرواية، والأحاديث التي رويت عنه قليلة جدا ليست كثيرة، والأحاديث التي رويت عن المكثرين من الصحابة كأبي هريرة وأنس وابن عمر وجابر وعائشة وغيرهم من حديثهم بالمئات، ومنهم من يزيد على الألف، منهم من يزيد على الألفين، حديثه ليست كثيرة جدا. فقد يكون أن في ولا أدري يعني هل هناك أحد أضعف من هؤلاء، هل هناك أحد أضعف من هؤلاء من روى عن أبي بكر؟ إن كان هؤلاء هم أضعف من روي فهو على ذلك ولا إشكال فيه، وإن كان هناك أشد منهم ضعفا فالتمثيل بهؤلاء بأنه أوهى يعني أضعف لا يكون مستقيم، لكن يحتمل أن يكون هؤلاء أضعف من روى عن أبي بكر أو في الأسانيد التي جاءت عن أبي بكر، لكون أبي بكر رضي الله عنه من المقلين في الرواية، الحديث التي جاءت عن أبي بكر ليست كثيرة جدا، فقد يكون هؤلاء أضعف من روى من جاءوا في الأسانيد إليه، وإن كان هناك من هو أضعف منهم وأوهى منهم فالتمثيل بهم لا يكون صحيحا، والتمثيل بهم لا يكون صحيحا، وهذا يتوقف على معرفة الأسانيد القليلة التي تنتهي إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهل فيها من هو أشد منه ضعفا، فإن كان فيها من أشد منه ضعفا فالتمثيل به ليس على ذلك، التمثيل بهذا الشخصين ليس على ذلك، وإن كان ليس هناك أشد منه ضعفا فيكون هؤلاء هم أضعف من رواه، وإن كان هناك أناس أشد منه ضعفا بالنسبة إلى رواة الحديث الذين جاءوا في الأسانيد. ثم قال والبيت يعني أهل البيت يعني والروايات التي تنتهي إلى أهل البيت، والبيت عمرو، والبيت عمرو داع عن الجعفي، البيت عمرو يعني والرواية أو الروايات التي تكون عن أهل البيت عمرو بن شمر الجعفي، وهو يروي عن جابر بن يزيد الجعفي، ويروي عن جابر بن يزيد الجعفي، وجابر بن يزيد الجعفي يروي عن الحارث الأعور الهمداني، الحارث الأعور الهمداني، والحارث الأعور يروي عن علي رضي الله عنه. فالسيوطي يقول والبيت عمرو لا عن الجعفي، لا عن الجعفي، عن حارث الأعور عن علي، عن حارث الأعور عن علي.
عمرو بن شمر الجحفي هذا هو أسوأهم هؤلاء هو أسوأ الثلاثة الذين في الإسناد قبل الذين هم دون الصحابة رضي الله عنه وأرضاه اللي هم عمرو بن شمر وجابر بن يزيد الجحفي والحارث الأعور الهمداني. هؤلاء الثلاثة شدهم ضعفا وأسوأهم حالا الذي هو عمرو بن شمر لأنه رافضي خبيث كان يشتم الصحابة فهو أسوأهم. وأما جابر بن يزيد الجعفي فهو أيضا كذلك ضعيف والحارث الأعور كذلك ولكن أضعفهم وأشدهم ضعفا وأسوأهم حالا هو أولهم في الإسناد وهو عمرو بن شمر الجعفي. ثم قال بالنسبة لأبي هريرة ولأبي هريرة السري عن ولأبي هريرة السري عن داود عن والده أي وهن السري بن إسماعيل هذا يروي عن داود ابن يزيد الأودي وداود بن يزيد الأودي يروي عن أبيه يزيد بن عبد الرحمن الأودي عن أبي هريرة. وهؤلاء الثلاثة كلهم ضعفاء ووصف ومثل بهم السيوطي في أوهى الأسانيد وأضعف الأسانيد التي تنتهي إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال بعد ذلك لأنس داود عن أبيه عن أبان وعدد لأسانيد اليمن المقصود للبيت الذي بعده وعدد لأسانيد اليمن حفا عنيت العدنية عن الحكم قوله لأنس داود عن أبيه عن أبان هذه السلسلة التي تعتبر أوها السلاسل وأوها الطرق التي تنتهي إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. داود ابن المحبر وداود ابن المحبر يروي عن أبيه المحبر ويروي المحبر عن أبان ابن أبي عياش عن أنس وهؤلاء ضعفاء وهم كما ذكر السيوطي أوها الطرق أو الأسانيد التي تنتهي إلى أنس بن مالك رضي الله عنه. ثم قال وعدد لأسانيد اليمن حفصا عنيد العدنية عن الحكم وغير ذلك وغير هذا من وغير ذاك من تراجم الضم. أقول وعدد لأسانيد اليمن حفصا وحفص بن عمر العدني يروي عن الحكم بن أبان العدني وهو يروي عن عكرمة عن ابن عباس لكن عكرمة كما هو معلوم لا إشكال فيه لأنه من رجال البخاري روى البخاري عنه في صحيحه عن ابن عباس أحاديث عديدة ولكن الكلام في هؤلاء الشخصين وهما حفص بن عمر العدني عن الحكم ابن أبان العدني هؤلاء الذين مثل بهم السيوطي للضعف بالنسبة لمن هم من أهل اليمن وأسانيد أهل اليمن لأن الاثنين هما عدنيان الذي هو الأول منهما وهو حفص بن عمر العدني وكذلك الحكم بن أبان
العدني هؤلاء من اليمن، وهي سلسلة تعتبر أوها السلاسل وأوها الطرق التي يأتي فيها أهل اليمن، يروي بعضهم عن بعض في إسناد واحد أوهاها من هذا الطريق الذي هو حفظ عن الحكم.